استاذ رضوان الزياتي. ازيك يا استاذ رضوان؟ كابتن اسلام، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ تحياتي بقى للحبايب واصدقائي اللي موجودين مع حضرتك، كابتن فتحي نصير وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال. كابتن احمد بلال، يعني كوكبه، يا ريت حد بس فيهم كان موجود بس من ريحته في الفرقه النهارده. عمرنا طبعا حاجه يعني تحزن، لكن ده نتاج لسياسه اتحاد الكوره والتخبط اللي في مجلس اتحاد الكوره، اللي هو احنا من ايام كاس العالم وقبل كاس العالم قلنا الناس دي فاشله في عمل منظومه كرويه صحيحه في مصر، والناس دي اثبتت فشلها في اكتر من تجربه. كاس العالم فشلنا فيه، الدوري تنظيم دوري جيد فشلنا فيه، كاس الامم ما عملناش استعداد واستهترنا، الدوله عملت كل حاجه، عملت بنيه تحتيه وعملت بطوله 10 على 10 استادات ومرافق وخدمات وكل حاجه، الدوله عملت كل حاجه الا اتحاد الكوره. يعني انا حزين جدا. احنا كان نفسنا نكمل يا كابتن اسلام، طبعا كان نفسنا نكمل للنهائي، لكن ربنا بيسترك مره واثنين وثلاثه. لكن انت دلوقتي انت اللي اتكشفت، اتحاد الكوره الوحيد هو اللي اتكشف، الدوله عملت كل حاجه وقدمت بطوله عالميه، واتحاد الكره هو اللي بان في الاخر هو الفاشل الوحيد في المنظومه اللي بتحصل في كاس الامم الافريقيه. لا انا احمل المنتخب ولا احمل اللعيبه، انا بحمل مجلس اداره اتحاد الكره وعليهم ان يستقيلوا حتى لا يجبروا على الاستقاله. وانا بقول لحضرتك، وانا ساتبنى انا شخصيا كنائب وكناقد رياضي وكبحب بلدي، هتبنى انشاء جبهه انقاذ للكره المصريه. وانا والله لا بين كلهم اصدقائي، كل مجلس اداره اتحاد الكره اصدقائي، لكن كلهم فشل من اول رئيس الاتحاد لحد اخر عضو في الاتحاد لحد مدير الاتحاد وهو نائب زميل مدير الاتحاد. كل المنظومه يا كابتن اسلام، ما حدش يزعل مني، ما كناش هنواجه الحقيقه وان الناس المنظومه دي كلها. طب انتوا يا ناس ما انتوش فاضيين، ما بتجوش ناس محترفين ليه يديروا المنظومه الكرويه في مصر؟ إيه مره يعني مره تعمل لجنه، احنا قلنا لا رابطه الانديه الدوري، وبعدين تحلها وتجيب لجنه مسابقات وتعمل واحد تشيله الليله كلها، اللي هو الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين تشيله الليله كلها لوحده، وهو الراجل انا ما بحملوش المسؤوليه. فين يعني انت دلوقتي بتشتغل في منظومه فاشله من اولها لاخرها. انت عاوز تعمل منتخب ازاي وتعمل منتخبات ازاي؟ ما احنا شفنا يا كابتن اسلام المنتخبات الناشئين كلها ما عملتش حاجه. فانت انا كابتن فتحي نصير الراجل بيحلل لك من اول يوم، وكابتن احمد بلال، كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن فتحي مبروك، وانا متابع كل البرامج. ما المنتخب من اول يوم يا جماعه باين، من اول يوم باين ان مفيش منتخب، ما بيلعبش كوره صح، مفيش خطه، مفيش اللعيبه واقعه. استاذ رضوان، استاذ رضوان، انشاء جبهه لانقاذ كره القدم، ماذا تعني هذه الكلمه؟ شخصيات، انا بقول لك من قبل البطوله، والله يا كابتن اسلام من قبل البطوله واحنا في اتصالات مع شخصيات كرويه، انا معايا في المجلس معايا نواب ورؤساء انديه، نعم، وكلهم محترمين وناجحين في الانديه بتاعتهم وعاملين. احنا عاوزين ندور على حد. انا لسه قافل مع كابتن عصام عبد المنعم قبل ما ادخل في المداخله مع حضرتك. لكن الراجل احنا عاوزين نطلع شخصيه محترمه تقود المنظومه الكرويه في مصر. يا جماعه ما ينفعش كده. وكيف تقود منظومه كره القدم في مصر وهناك اتحاد كره قدم منتخب؟ احنا في 100 حل. لازم الناس دي تستقيل عشان خاطر الشعب المصري ده. هل يعقل ان احنا مصر تخرج في بطوله بتنظمها من الدور الثاني؟ من دور ال 16؟ ده كلام يعني هم لو عندهم، يعني مش عايز انا اغلط. لا ما احنا يعني خلينا نتكلم بالظبط كده. بص يا كابتن اسلام، الاحساس نعمه، دي فيها غلط؟ لا ما فيهاش غلط. انتوا يا جماعه حسوا بدم الشعب اللي اتحرق، واعملوا حتى رد فعل تراضي الشعب. ولكن اتحاد كرة القدم ده يا فندم اللي وصل معانا لكأس العالم. اتحاد كرة القدم مش هو اللي وصلنا كأس العالم. اللي وصلنا كأس العالم يعني اتنين لعيبة، محمد صلاح وتريزيجيه، دول اللي وصلونا كأس العالم. وانت عارف ده احنا اتغلبنا من اوغندا في تصفيات كأس العالم. وصلنا نهائي افريقيا باتحاد كرة القدم يا فندم. نعم؟ وصلنا نهائي افريقيا باتحاد كرة القدم.
يا باشا اتحاد كرة القدم ليس له علاقة بالوصول، احنا وصلنا ببركة دعاء الوالدين والله. يعني وصلنا كاس عالم، معلش خليني اخد رأي حضرتك. انا معاك، انا بقولك في النهاية انا بس لازم بدون تخطيط. كاس عالم بدون تخطيط، وعملنا ماتش كده استثنائي، والراجل كوبر ده برغم ان احنا كلنا اختلفنا معاه وقلنا الراجل بيلعب بطريقة دفاعية، هو عارف عيوب الكرة المصرية، قال لك دافع واعمل منظومه دفاعيه كويسه واشتغل عليها، والراجل اشتغل عليها وربنا وفقنا والتوفيق كان محالفنا. كويس. ايه وصلت كاس العالم محمد صلاح، انا بقول لحضرتك اهو محمد صلاح وتريزيجيه اللي وصلونا كاس العالم. إيه نهائي كاس افريقيا ده مشينا بالطريقه الدفاعيه بتاعته، كانت الفرق وكان توفيق واقف معانا لحد اخر مباراه قدام الكاميرا، لما شفت لما جينا بقى والفرقه وقعت بدنيا وفرقه لعبت مع فرقه قويه زي الكاميرون خسرت. انت برضو جيت اول احتكاك حقيقي، يعني انت المفروض كنت في الماتش الاولاني بتاع زيمبابوي تتعادل، الماتش الثاني مع الكونغو كان لازم تتغلب، الماتش الثالث مع اوغندا كان لازم تتغلب. جه ماتش جنوب افريقيا، طبعا فرقه بتلعب كوره وانتوا طبعا اساتذه وحللتوا الماتش وحللتوا طريقه اللعب وحللتوا اللعيبه كلها، لكن ما فيش فرقه. الراجل طب هقول لك حاجه، الراجل قال تصريح وانا سمعته بوداني اجري، يقول لك ايه، انا عندي محمد صلاح يا عم، هو في فرقه؟ طب ما كانت الارجنتين بقى، كان ميسي نفعها. هو ميسي نفع الارجنتين؟ معلش يا استاذ رضوان انا بس هاخد حضرتك، يعني ايه جبهه لانقاذ كره، انشاء جبهه لانقاذ كره القدم؟ انا بقول انا راجل، هل هناك على هل هناك يعني معالم معينه لهذا الموضوع؟ هل هناك اسماء معينه سيتم طرحها بصفتك عضو في مجلس النواب؟ الاسماء اتكلمت مع المهندس فرج عامر، مهندس فرج عامر، واتكلمت مع كابتن عصام عبد المنعم، وكابتن عصام عبد المنعم قال لي كاداره رياضيه تاني انا مش هدخل اي اداره تنفيذيه في كره القدم، لكن احنا هنساعد مع بعض في اسماء، لازم نطرح اسماء. هو طبعا الناس كلها بتتكلم على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره طب هيمشي ازاي وهو اللوائح الفيفا والكلام ده كله. في حق في اكتر من نمره واحد، ان هم بالاحساس وبالغيره على مصر وعلى بلدهم انهم ما يقدموش تقالف. يعني دي طبعا دي وجهات نظر يا استاذ رضوان. طبعا وجهات نظر، ما بكبرش حد على حاجه، وفي النهايه اتحاد كره القدم هو من يتحمل المسؤوليه وهو اللي قدام الناس. الكلام ده كله بالزبط. انا ما عنديش مشكله بالزبط. انا ما عنديش مشكله، لكن هناك في يقول لك ان عدم التدخل الحكومي والكلام ده، التدخل الحكومي يكون لو هناك مخالفات ماليه، وانا متاكد لو لجنه ماليه طلعت من وزاره الشباب والرياضه لاتحاد الكره. استاذ رضوان انت كده هتودينا يا استاذ رضوان، يعني طبعا انا ما بقولش حاجه، وانا بقول اذا كان هناك لجنه ماليه نزلت او حاجه، دي حاجه تخص بقى القانون والكلام ده، احنا بعيد تماما يعني عن هذا الموضوع. بس يا كابتن اسلام في اكتر من طريقه ليه ان اتحاد الكره ده يمشي. هل في اتنين في مصر بيجمعوا على اتحاد الكره ده يقعد؟ طب انتوا اربعه شخصيات محترمه، لو في واحد فيكم قاعد يقول ان انا موافق على اتحاد الكره ده يستمر، نفس الحال بره في كل الشارع المصري، الشارع المصري غاضب غضب شديد جدا. طبعا طبعا، يعني ده هل 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 هناك حل اخر؟ طب انا بسالك بقى، انا هلعب دور المذيع، هل هناك حل اخر؟ لا حضرتك كده يستمر، حضرتك عضو مجلس نواب، وحضرتك انا استاذنا في النقد الرياضي وكل حاجه. واقدم طلب احاطه، وانا كنت مقدم طلب احاطه للاسف، وانا بقول اهو وبقول للعميد ثروت سويلم راجل نائب وزميل، خلي مصلحة مصر فوق مصلحة اتحاد الكورة ومجلس إدارة اتحاد الكورة، وأنا بختم كلامي وبتمنى لكم التوفيق. أنا اللي بشكرك يا أستاذ، وأنا متابعكم من أول حلقة، وأنتوا ناس بتتكلموا بموضوعية، وربنا يوفق مصر والكرة المصرية إن شاء الله. شكرا جزيلا نقدنا الرياضي الكبير أستاذ رضوان الزيادي، طبعا أستاذ رضوان الزيادي طبعا عضو في مجلس النواب و ناقد رياضي كبير، يعني طول عمره الحقيقة موجود في